مهندس زاهر عبد الحميد الفار. ايوه. وصل يا باشا. ازيك يا زاهر؟ مش ممكن ناجي باشا. والله العظيم ليك وحشه. الشركه نورت، الشركه كلها نورت. رد على الباشا كويس. الباشا بيقول لك ازيك تقول له الله يسلم سعادتك. الباشا ما بيحبش اللوكلو. الجواب على قد السؤال. ماشي 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 ماشي. الواد ده هيتعبنا. اتعامل يا باشا. تتعامل ايه انت بتتلكك؟ ازيك يا زاهر؟ الحمد لله يا سعاده الباشا، الحمد لله. انا والله قضيت الخدمه العسكريه وخدت شهاده الاعفاء. خلاص يا فندم، خدتها زي ما سعادتك عارف. وبعدين يا فندم انا اتبعت لي ثلاث مرات استدعاء، ثلاث مرات رحت، الثلاث مرات ما اتخلفتش ولا مره. حتى في مره انا رحت لوحدي، بقى المره الرابعه قلت يمكن يكونوا محتاجيني يعني ولا حاجه. وبعدين ادي شهاده الضرايب حضرتك والشهاده معايا اهيت وبطاقه الرقم القومي كل حاجه. بياناته كلها مظبوطه يا باشا. اه ده زهر. انت بتاخد كام يا زاهر؟ 2000 جنيه يا باشا، وادي حضرتك معايا مفردات المرتب بيهم. وال2000 جنيه دول بتاخدهم صافي؟ لا طبعا يا باشا، يعني حق الدوله انا حكله عليها. انا بدفع 40% ضريبه. لا هما مش عاملين الضرايب 20% على ما اعرف يعني. اهو ده تضارب في الاقوال يا باشا. هتبدا ملاوعه؟ هتبدا ملاوعه؟ لا هيتعبنا يا باشا. انا بدفع 40% عشان ابقى في السيف سايد، وبعدين يعني هو اللي عند الحكومه هيروح، دي حصانه. يعني انت بتحوش عند الحكومه؟ كويس قوي. ايوه يا باشا، انا كمان بدفع تامينات وبدفع معونه شتاء، وهدفع كمان الضريبه العقاريه اللي هيعملوها على الشقه دي. ابويا كان جايب لنا شقه في الستينات ب 6 جنيه ونص، هم قدروها ب 3 مليون. كويس كويس قوي. يعني انت مرتبك بيصفصف على كام دلوقتي؟ 460 جنيه يا باشا. 460 جنيه لمهندس عبقري بتاع كمبيوتر زيك؟ ده انت ما شاء الله بتخش على النت بتجيب رقم الكريدت كارد بتاع اي راجل غني تشتري اللي انت عايزه وتم خارج، ولا من شاف ولا من دري. مش كده يا زاهر؟ ابوس ايدك، ابوس ايدك والنبي يا باشا. انا بطلت الحكايه دي خالص من زمان لما سمعت انها حرام. طب اسمع يا زاهر، انا عاوزك. انا تحت امرك يا باشا. انا عاوزك في الشغل. انا جاي لك عشان تشتغل معانا. يا باشا انا ده شرف ليا، بس الحقيقه انا هنا لسه بعقد وما اتثبتش، فحضرتك بس لو تصبر عليا شويه. ده بقى اللوك لوك اللي انا ما احبوش. هو حضرتك هتفتح شركه كمبيوتر يا فندم؟ انا هفتح بس مش شركه كمبيوتر. امال شركه ايه؟ مالكش دعوه، انت ما تسالش. يا ولاد مش انتوا بتشتغلوا معايا؟ ايوه يا باشا. عمركم سالتوا على الشغل؟ ولا نقدر نسال سيادتك، دي اسرار عسكريه. يا باشا لو حضرتك قلت لي ارمي نفسك في البحر يا ابراهيم هرمي نفسي على طول. يا اخويا ما انت ما هتصدق، ما انت غاوي سمك بياض وقراميط. باشا ارد عليه؟ اخرس خالص. حاضر. يلا. تعالى معانا يا زاهر. احنا الظاهر مش هنعرف نتكلم هنا. هنروح ناكل لقمه في حته نعرف نتكلم فيها براحتنا. ها؟ ربنا يعز مقدارك يا باشا، يجعله عامر. انت واقف متنح كده ليه؟ يلا هاتوا. يا سيدي عليا النعمة يا باشا، لأن نفسي اتفتحت للشغل معاك. طول عمري بعوم جنب الجمبري ومش طايله بإيدي. طول عمرك معفن ودني. أنا لو الباشا هيشغلني معاك فول وطعمية برضه هشتغل. يا حبيبي حنين قوي. يا متر فندم، عندكم لحمه ولا انتوا مقطعينها؟ موجوده يا فندم. طب اعمل الافندي ده 2 كيلو لحمه مشويين. ها اصل هو ما بيحبش الازازه، بيحب الاوبر. حاضر يا فندم. ايه يا زياد ما بتاكلش ليه؟ لا يا فندم انا مش همد ايدي على الاكل قبل حضرتك يعني. لا انا مش هاكل، انا جايبكم عشان اتكلم معاكم انتوا بتاكلوا، بس عايزكم تفتحوا مخكم معايا وتركزوا كويس في الكلام اللي انا هقوله. لا طالما الموضوع محتاج تركيز بعد اذنك بقى يا باشا. يا متر والنبي واحد استاكوزا جامبو الله يخليه. ايوه الكبيره دي. ماشي ربنا ما يحرمنا منك يا باشا. دلوقتي الموضوع اللي انا عايزك اللي ايه يا دت اتجنن؟ بقولك ركز معايا. ما انا مركز يا باشا، ده جروب كان عندي في شرم من فتره يعني. دول اسرائيليين. ايه يا باشا انت هتفضحنا ولا ايه؟ ما تخلي الطبق مسطور.
ده سواح جلد قوي، ده انا مره خدتهم وغطست بيهم تحت الميه وقعدت افرجهم على الشعب المرجانيه مرجانه مرجانه لما اتقطع نفسي، في الاخر قعدوا يلموا من بعض وادوني $5. عالم جلد. جلدة ايه وزفت ايه؟ انت بني ادم، انت ما عندكش دم، واخد الاسرائيليين تفسحهم تحت الميه يا خاين يا عديم الوطنيه يا عميل. الله الله الله. او اللي زي ده يا باشا لازم يتشنق في ميدان عام. اكل العيش، اعمل ايه يعني؟ الله. وليه ما تعتبرش اللي انا عملته ده عمل وطني اللي مشرف مصر انت؟ لما طلع من جيبهم $5 ابقى انا الكسبان، ولا انت ايه رايك يا باشا؟ انت ايه رايك يا زاهر؟ لا والله انا ناجي بيه بحب. معلش ممكن ارد على التليفون؟ ايوه كريم. ايه؟ مالك مالك؟ اسم ايه؟ ليه؟ طب اهدى اهدى اهدى، انا هاجي انا هاجي. معلش انا اجيب ايه؟ اخويا اتمسك في الاسم ولازم اروح له. انا جاي معاك. طبعا انتوا قاعدين. احنا مستنيينك يا باشا، الاسم ورانا مش بعيد. اي خدمه يا باشا، انت بس سيادتك تدينا رنه هتلاقينا قدام سعادتك على طول. انا جاي معاك يا باشا. خليك انتوا عسام، انا هروح معاه وهنيجي على طول، ما حدش يتنقل من هنا. حنين قوي. ادفع. ناجي عطا الله، عميد سابق بالجيش وملحق سابق بالخارجيه. اهلا ناجي باشا، اتفضل. خير؟ هما الاولاد دول عملوا ايه بالظبط؟ عاملين مظاهرات قدام الجامعه بيطالبوا بصوت اسرائيل وحرقوا العلم الاسرائيلي. انا بسال حضرتك، مسكتهم ليه وقبضتوا عليهم ليه؟ ما انا قلت لسيادتك. لا، ما المسألة دي بتحصل كل يوم، المسألة بقت عادية جدا. ما شعبان عبد الرحيم بقى له 10 سنين بيقول الكلام ده، محدش قرب له، ودول شباب متحمس، دول أطفال. لا، إحنا مش أطفال، وعارفين كويس إحنا بنعمل إيه. اخرس يالا. بس يا عم كريم. وأخوك ده يا زاهر؟ بس يا كريم، إحنا ناقصينك. أنا قصدي أقول يا فندم إن دول شباب متحمس، واللي حصل ده إن دل على شيء فإنما يدل على مناخ الحرية والديمقراطية اللي بتعيشها الأمة في أزهى عصورها، وعلى احتواء الشرطة للمتظاهرين بطريقة حانية وديعة زي الأمة بالظبط ما بتاخد ولادها تحت جناحها. الله. أقول لك إيه؟ أنا كلمتي على رقبتي، الكلمة اللي أنا أقولها بنفذها أحسن من أي نادي موجود. هو بقى لو ما وافقش انا ليا تصرف تاني. ايه؟ هضطر اجيب ميسي. ميسي؟ ميسي استاذ رئيس قسم؟